نشوف بقى الـ الـ طبعا دي المرشحين بقى بالظبط المرشحون للفوز بلقب كاس امم افريقيا رقم 34. الاول خلينا اسمع ترشيحاتكم بقى من غير استاذ مستكاوي، ترشيحك ايه؟ طبعا المغرب فريق مرشح عشان الناس كلها بتحسب اللي عمله في كاس العالم، لكن هو رابع كاس العالم. طبعا ده انجاز عالمي، حاجه يعني كبيره جدا. يعني منتخب المغرب فريق قوي جدا، وكان قويا قوي في كاس العالم لانه لعب بتكتيك قدر يوصل بيه لهذا المركز. بمثلا هديك مثال بسيط، يعني قدام اسبانيا مثلا ساب اسبانيا تلعب بالكره زي ما هي عايزه، وكان ضاغط الملعب جدا وبيدافع من نص الملعب، وعملوا 1050 تمريره، لكن في الاخر قدر يكسب اسبانيا. هنا هو مطالب بحاجه تانية، مش هيقدر يلعب بنفس التكتيكات اللي لعب بيها في كاس العالم، هو مطالب انه يفتح جيم ويلعب ويهاجم ويدافع، يعمل الاثنين مع بعض وبمنتهى القوه ومنتهى الشراسه. فده ممكن يعرضه لبعض المخاطر اذا انطلق في دفاعات، لازم يكون فريق متوازن. انا بشوف ان طبعا كاس العالم دي حاجه عظيمه جدا وانجاز رهيب. المرشح الاول بالنسبه لك مين؟ المغرب رقم واحد طبعا، حتى قبل مصر؟ يعني انت عايزاني لا للامانه يعني أمريكا. بس كده تحليل موضوعي، مالكش علاقه انك مصري وغير مصري. طبعا هو مساله صعبه جدا كمان، ان يبقى ايه توقعات زي ما بنقرا كده البلوره او النجم او طاروخ. او 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 فنجان. يعني في الكوره في خمس ست فرق في البطوله دي، واحد منهم هيبقى البطل، ده اللي نقدر نقوله. انما مين يبقى البطل بالتحديد صعبه جدا، لان انت المشوار بتاعك المغرب مثلا في ماتشات المجموعات لو حصل اي حاجه ودخل في دور 16 مع فريق ممكن يطلع. طب ما الجزائر في البطوله اللي فاتت انا كنت بقول ان الجزائر هتاخد البطوله، خرجت بدري بناء على ادائها في 2019، خرجت بالدور الاول من خرجت بالدور الاول. ودي كانت اصلا من وجهه نظر كثير جدا الفريق المرشح الاول للبطوله بناء على ادائه في بطوله مصر اللي اتعملت في 2019، لكن خرج. فهي دي الكوره وهذا، لكن في النهايه اذا كابتن حسن مستكاوي يعني يقول او يتوقع انه ربما يكون المغرب اكثر حظوظا او المرشح الاكثر. بصي معلش، المغرب كوت ديفوار، المغرب كوت ديفوار، ايوه مصر بالترتيب كده. ان شاء الله مصر السنغال. مين تاني يا اسر؟ السنغال طبعا. السنغال؟ السنغال. السنغال طبعا. السنغال طبعا بطل البطوله اللي فاتت. من اللي فاتت؟ دول اربعه. اكتر اربعه، بس حضرتك شايف ان ربما يكون المغرب هو الاكثر حظوظا يعني. بالورقه والقلم. بالورقه والقلم والنظريات. لكن خلي بالك بس تاني. الكوره؟ ان لا، الفرق بين كاس الامم وكاس العالم. تكتيك بتاعه هيختلف، هيتعرض لبعض المخاطر. ده تبقى طيب. اسر لكن المغرب افريقيا يعني اخر بطوله 76 86 86 86 احنا ولا 73؟ لا 76 76 صحيح. وبالتالي يعني بعيد. افريقيا غير دوليا زي ما بيقول كابتن حسن، فبالتالي انت رايك ايه المغرب؟ صحيح. كمان يا استاذ لميس تكمله الكلام حضرتك، في افضليه كانت عنده نفسيه، استاذ حسن طبعا يفتكر اكتر مننا، انه كان استعصت عليك انك تكسب المنتخب المغربي 20 سنه الى ان جاء هدف كهربا في بطوله 2017. فحتى دي كان لعيبه المغرب حتى لو هم مش احسن جيل بينزلوا قدام منتخب مصر شبه ضامنين الفوز او عندهم افضليه نفسيه. بعد جون كهربا حتى في البطوله اللي فاتت المغرب خرج بدري، لانه ورغم انه سجل في اول خمس دقائق ضربه جزاء خلاص وخرج قدامنا مصر رجعت تتعادل في المرتين، في المره ال 17 و21. لكن برشح المغرب دايما لانه عنده مزيج في مدير فني استاذ لميس من شعرايه رفيعه جدا او خط رفيع بين التواضع وبين اريك راكي وبين انه عارف اهدافه. يعني لما قال احنا هنوصل كاس العالم بعيد ده تحقق، لعب شرف القاره كلها تاني غير انجاز كاس العالم بالفوز على البرازيل وديا، دي حاجه عمر ما فريق عربي حققها. وبعدين قال احنا ندرك ان مصر بتعرف تلعب البطوله دي وهي زعيمه قاره، بس احنا مقسمين اهدافنا، انا عايز احقق اكتر حاجه مع الجيل ده. فطبعا مش هستبعده، لكن هاخد من اخر كلام استاذنا، لعب افريقيا غير كاس العالم، تفوق على منتخبات اوروبا بالكرات الثابته، حجم الاطوال في البطوله والفرق الافريقيه بقى صعب جدا عليهم يلعبوا نفس اللعبه.